طلعنا اول شيء قبل ما اتكلم عن التمر لما طلعنا من هذا المكان طبعا هذه في ادغال افريقيا يا شيخ وحنا ذهبنا يا شيخ سقط علينا مطر وسقطت السياره وغرقت السياره في اوحال في ذهابكم في ذهاب في عودتنا وبدانا يا شيخ انا بفضل المنان احافظ على التمر وبدانا يا شيخ نحفر في هذا المكان اثناء الحفر في هذا المكان احنا راجعين طين لدغت ايه لدغت يا شيخ وكنت اقول للشيخ ابو عبد الملك شيخ تراني قرصت من ماذا يا شيخ؟ اظن يعني يا ثعبان يا انها ذات سم يعني احس بالم شديد جدا حتى بدا يدخل في جسمي يعني تعبت ثم خلاص نحن نسمع في هذا المكان كان ليل ونسمع والله اسماء نسمع صوت والله يا شيخ الوحوش يعني الاسود وما صياد صوت عجيب جدا حتى انك تسمع وشيش الشيخ والله الثعابين قلت يا شيخ انا تراني قرصت هو جزاه الله خير خلاص انفجع ما يدري ايش طريقه موت خلاص موت محقق شيخ قلت لكني ابشرك قال خير بشرني عزك طبت ان شاء الله قلت لكني ابشرك انه صح الخبر عن سيد البشر فداه امي وابي انه قال من تصبح بسبع تمرات من عجوه المدينه لا يضره ذلك اليوم سم ولا سحر وانا والله متصبح بها والله ما يضرني شيء التمر معك دائما يا شيخ ما يضرني شيء ويجتمع السم في رجلي بهذه الطريقه شفت في هالكاس موجود هالشكل وابدا اهز رجلي بهالشكل يهتز السم في رجلي بهالشكل حتى بقي ساعة شيخ تقريبا ساعة إلا ربع وكأنه لم يكن شيء الحمد لله الحمد لله يقول صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات هذه وسيلة مشاهدينا الكرام اسمعوا من الشيخ هذه وسيلة مهمة جدا وجاء فيها الحديث من تصبح بسبع عجوات من عجوة المدينة سبع تمرات سبع تمرات نعم. سبع واحدة ثنتين ثلاث أربع خمس ست سبع تقول بسم الله وتأكلها لا يضرك سحر أي ساحر لا يضره سم ولا سحر في ذلك اليوم ما يضرك سحر أي ساحر سبع تمرات تكون وهل هذا يا شيخ يعني طيب هذا هذا خاص بعجوة المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم من صبح بسبع تمرات الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول أرجو أن يكون في التمر كله لعموم الأدلة وهذا